إذن عندنا AG هي DVG على DT إيجال ناقص F سو M إيجال ثابتة. إذن تكامل كيعطينا VG. VG هي ناقص F على M فوا T زائد واحد ثابتة. C ثابتة وتمثل السرعة البدئية، أي أن C هي V0 هي VA. إذا نجيو لهنا نكتبو VG إيكال موان H موان باردون موان F سور M فوا T بلوس VA. ألوغ نشوفو في الموضع B كتكتب هاد. في الموضع B حيث تي بي هي 4.4 سكون، سرعة في بي نكتبو في بي هي ناقص اف سو ام تي بي بلس في ا، تطبيق عددي. اذا في بي شنيا ناقص اف عطينا في الاول 70 نيوتن والكتلة 70، الزمن هذا اللحظة 4.25. ألوغ غادي تكون سيدي في بي هي ناقص 4.4 زائد 25 هي شحال؟ 20.6 متر سكوند موازن. في بي مخالفة لصف الاستنتاج. إذا اش غنستنتجو دابا باش نجاوب على السؤال؟ في بي مخالفة للصف. دونك هو قال لكم هل بين ان لا يمكنه، دونك في بي اذا المتجلي متزليش لا يمكنه تفادي السقوط. اذا سيوقع له سيغادر الحلبة عند بي بسرعة في بي إيكال 20.6 متر بار سكون. هذا الجزء الأول الآن من التمرين المتعلق بحركة المتزلج فوق الحلبة أبي. دابا سنمر إلى الجزء الثاني. دابا شوف واش فهمتوا هذه الأسئلة الثلاثة. ثلاثة الأسئلة كتتعلق بحركة جسم صلب فوق مستوى مائي مستوى افقي باحتكاك. الى مشيتو للدرس غتلقاو هذا هو الثاني اللي درنا في التطبيقات. درنا التطبيق الاول بدون احتكاك وهذا باحتكاك. اذا حركة جسم صلب فوق مستوى افقي باحتكاك. في ثلاثة الاسئلة كاين السؤال الاول يتعلق بتعبير التسارع او اللي كنسميوه المعادلة التفاضلية، والسؤال الثاني ما طبيعة الحركة غتستنتجوها من جوابكم السابق. ثم السؤال الثالث واللي كيطلبوا فيكم تجاوبوا على السؤال، هل عطاوكم الجواب قال لك بينوا انه لن يتفادى السقوط، يعني انه سيسقط. اذا لو بغيتوا تعرفوا واش غيسقط غتخرجوا السرعة. مادام السرعة اللي خرجتو غير منعدمة وعندها قيمة بانه راه وصل بي وصل بواحد السرعة اذا فسيسقط. ندوزو دابا الآن السؤال الثاني، السؤال الموالي. السؤال الموالي هو حركة ديال القذيفة في مجال التقالب، حركة القذيفة في مجال التقالب. حركة القذيفة في مجال التقالب بمعنى أنه عندما يغادر المتزلج الحلبة أب في النقطة ب فإنه سينجز حركة في مجال التقالة المنتظم. إذا نقرأ، يمر المتزلج قدامكم. إذا يمر المتزلج من بي بسرعة أفقية، فشوفوا معايا مزيان، هذا سميتو المعلم إكس وهذا سميتو المعلم إكراك وهذا سي إي وهذه جي.
اذا الزاويه الفا ما كايناش، ردوا بالكم ما كاينه لا زاويه الفا لا لهم يحزنوا. هنا شوفوا هذا سيسقط بسرعه افقيه، سهل ما كيفش الجامي، هو عندما يغادر جسم حلبة واحد الحلبه بسرعه افقيه يسقط على سطح الارض. دونك هذا يدير بحال هكا، هنا نشدوا هنا الجي ديالو، اذا الوزن يخضع ماذا لوزنه فقط في جميع نقاط المسار. شو السؤال الاول اللي قال لكم؟ السؤال عطاكم اسيدي نختاروا لحظه مرور الجيم باصل التواريخ، عطاكم المعادلتان الزمنيتان، المعادلتان الزمنيتان هما عندنا دابا الا خدينا هاد بي جي غادي يكون عندها اكس دو تي هي في بي تي، وعندنا ايكغيك دو تي هي واحد على جوج او كسبوها هما ديريك ان دومي جي تي او كار. صافي هادو هما المعادلات الزمنيه، هادو راه نوصلوا لهم تاع حنا بغينا نديرو. قال لك هنا السؤال الاول، اذا هاد المتزلز غيجي ويطيح هنا في بي، هادي النقطة هي سميتها بي، صافي النقطة بي. اذا السؤال الثاني، حركة هذا حركة القذيفة او الجسم في مجال الثقالة المنصدم، هذا هو جوج جوج واحد، تحديد قيمة قيمة تي بي، شكون هي تي بي؟ لحظة الوصول إلى النقطة بي، هكا غنديرو تلقاو هادي. هذه هي النقطة، هذه سميتها سي وهذا سي بي. إذا عاطينكمش عاطينكم هنا يلا السرعة ما عطيناش، عاطين اش إيكال بي سي إيكال 3.2، اش إيكال بي سي اش إيكال بي سي إيكال 3.2 متر. إذا النقطة بي هات بي عندها جوج إحداثيات، عندها إكس بي و إيكغيك بي. اذا لدينا غنديرو لدينا ايكغيك هي واحد على جوج جي تي كاري تو سامبلومون ياك. الوغ عند النقطة بي نكتب ماذا؟ كي غتكتب هادي غتكتب ايكغيك بي ايكال واحد على جوج جي تي بي او كاري. إذن تي بي هي جذر جوج إيكغيك بي على جي، أجي دروك شنيا إيكغيك، حيث إيكغيك بي شكون هي أش، هاي إيكغيك بي هي أش، هاد النقطة هادي إيكغيك بي هي بي سي هي أش. إذن تطبيق عددي أن تي بي إيكال جذر جوج في اش شحال اش 3.2 و جي عطاوكم هي 10. اذا تي بي ايكال تطبيق عددي تطبيق عددي عندنا هي جذر جوج فاصلة جوج مضروبة في 3.2 سوما 10 هي 4.8 سكوند، 4.8 سكوند. هذا هو السؤال الأول، هادو راه هناوكم عندما قالوا لكم لا ديروا تطبيق القانون الثاني نيوتن لهم يحزنون، عطاوكم مباشرة عفاوكم 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 من هاد الهضره كامله، جاو هما عطاوكم المعادلات الزمنيه وانتم غتستغلوا المعادلات لحساب السؤال الاول حسبتو لحظه الوصول الى بي. دابا السؤال الثاني،
السؤال الثاني لتحسين إنجازه قام المتزلج بمحاولة تالية على نفس الحلبة حيث مر من في بي بواحد السرعة جديدة في بريم بي وطاح في واحد النقطة إكس بي بريم بي أخرى إكس بريم ديالها هي 18 حدد قيمة في بريم بي تحديد هذا السؤال شحال جوج 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 تحديد قيمة في بريم بي إذا ما شوفوا لنا في بريم عندنا هاد الإكس وفي بي كيف كيف لأن الإكس كتزيد كل ما تزاد في بي بمعنى أن السرعة ديالكم اللي غتلقاو مادام الإكس ما حسبناهاش قبيلة الإكس قبيلة غادي نحسبناها هو نديرو 25.08 هي شحال 16 متر وهذا نقص 18 متر دابا نشوفو كي غنديرو نخرجوها تحديد قيمة في بي ألوغ عندنا جوج سرعات قبيلة غنشوفو قبيلة لي زيكراك سي لا ميم شوز إيكراك مع إيكراك كيف كيف هاد اللحظة هادي بحال بحال دونك غنشوفو الإكس الإكس الأولى أيني لحظة أو زمن أو مدة زمنية لإنجاز السقوط هي نفسها لا تتعلق بالسرعة داكور من خلال العلاقة العلاقة هذه تي بي إيكال جذر جوج إيكغيك بي على جي يتبين شوفوا مزيان شوفوا هنا يتبين هاد العلاقة هذه كايناش فيها شي سرعة مكتوبة هنا إذا مادام مكتوبة السرعة هنا اش كيبين لكم هذا؟ كيبين لكم أن لحظة السقوط أو المدة الزمنية هذه تي بي اللي هي لحظة الوصول إلى يتبين أن لحظة الوصول إلى ماذا؟ لحظة الوصول إلى ماذا؟ إلى بي لا تتعلق باش بالسرعة في ياك بي إذا نكتب اش غنكتبو دابا نكتب إكس بريم اللي عطاوكم جديدة بي إيكال في بريم فوا تي بي إذا عندكم في بريم بي هي إكس بريم بي سيغ تي بي شنيا تي بي هي هادي خرجتوها قبيلة إذا سبيق عددي في بريم بي هي إكس بريم هي 18 و تي بي هي 0.8 دونك تسبيق عددي هي شحال جوج فاصلة أولا 18.08 نكتبوها 0.18 هاد تعطي هنا 18 مقسومة على 0.8 كتعطي 22.5 متر متر سكوند موانزا هي السرعة الجديدة هذيك قبيلة غتكون 25 مضروبة في 0.8 كتعطي 20 متر الأولى عطات 20 متر و 18 دونك السرعة مادام 20 قبيلة في الحد فاش نقص ب 25 متر بار سكوم هذي كانت عندها 25 متر ودابا نقص ديالها 18 دونك السرعة في بري غتكون صغر من في بي إذا هو الجواب الصحيح بكالوريا علوم حياة الأرض 2015 اتبعوني مزيان الدورة الاستدراكية الدورة الاستدراكية تمرين في جميع احتكاكات مهملة والجي تساوي 10 متر بار سكوند الو عندنا جوج الأجزاء الجزء الأول يتعلق بسقوط حر يعني رأسي المسار غيكون رأسي والجزء الثاني مسار شل جنب نبداو بهذا الجزء الأول الجزء الأول هو ندرس حركة الجي أي مركز قصور واحد الكرة ذات كتلة M في معلم أوجي معلم اللي هو أوجي أي إيكغيك بريم أو إيكغيك موجه نحو الأعلى ونعتبره غليليا
اوف سول ديال الجي عند تي ايكال 0 صفر. اذا تي ايكال 0 ايكغيك 0 نول. مزيان. دابا السؤال الاول. السؤال الاول كاين واحد 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 جوج واحد ثلاثة. واحد 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 جوج واحد ثلاثة. غنشوفو واحد 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 جوج واحد ثلاثة. يلا واحد واحد دائما نفس السؤال. اثبت المعادلة التفاضلية. هذوك ماشي غير اثبت كيك بين بالتطبيق. اثبت انها تكتب على الشكل التالي. المعادلة التفاضلية. الو غنديرو التطبيق. القانون الثاني لنيوتن. سيغما اف اكستيريور ايكال ام ا جي. اذا كاين غير الوزن تخضعو للداخلة اللي وزنها فقط. كديرو الميم هكا كتبقى ا جي ايكال جي. نسقط على المحور او جي. اذا الا درتو الاسقاط هذه جي بحال هكا. الا درتو لها الاسقاط هنا هي نحو الاسفل ها هو و جي الفوق. دونك سي موان جي. دونك غادي تكون عندنا ا جي ايكال. غادي نديرو بعدا نسقطو. درنا دونك ا جي ايكال موان جي. دونك هي اشتقاق الثاني ديال ايكغيك على دي تي كاري ايكال موان جي. هذه هي المعادلة التفاضلية. هاهي شتو معادلة التفاضلية ساهلة. معادلة التفاضلية. السؤال الأول. ثانيا أوجد معادلة السرعة في. واحد جوج. معادلة السرعة في جي دو تي. أشوفوا معايا مزيان. غادي يقول لدينا هادشي راه كنكررو كل خطرة. تسارع الجي يساوي ناقص جي. بلاتي نكتبو لكم عاوتاني. راه هي دي في جي على دي تي يساوي ناقص جي. تكامل اش كيعطينا؟ كيعطينا في جي ايكال ناقص جي في تي زائد واحد ثابتة. الثابتة هذه سي هي ثابتة تمثل السرعة البدئية. إذا سي هي فيزر. إذا يصبح تصبح المعادلة هذه الفوقانية في جي إيكال موان جي فوا تي بلوس فيزر. ها هو التعبير. شتو ها هو التعبير ديال في جي دو تي. في جي دو تي غادي نقول في جي من دو تي ولا في جي دو تي. ها في جي دو تي ايكال المعادلة اللي طلبوا منكم. ودابا واحد ثلاثة بقيمة المرسوم على قيمة أرتوب على مضي يصل. أرتوب قمة المسار. أرتوب قمة المسار يعني أعلى نقطة تصلها الكرية. إلا بغيتو تجاوبو على هذا السؤال هذا خاصكم تقولوا عند قمة المسار. عند قمة المسار. وعند قمة المسار ماذا يحدث؟ تتوقف الكرة. عند تتوقف الكرية
شنو هي تتوقف اي في جي يساوي صفر. أبي إذن في جي تساوي صفر. إذن في جي إيكال موان جي عندنا قمة المسار كتبنا سي، وعند قمة المسار سي تتوقف الكرة، ونجي هنا باش تفهموا شنو هي في جي في سي إيكال صفر. إذن في جي في سي هي موان جي تي سي بلوس في زيرو إيكال زيرو. إذن تي سي هي في زيرو سور جي. إذن هادي شكون تسمى هادي لحظة الوصول إلى قمة المسار، إلى لحظة الوصول إلى قمة المسار C. نعوض أو للحصول على الأرتوب Y C اللي هو هو المطلوب منكم، نعوض تي سي في المعادلة الزمنية. شنو المعادلة الزمنية؟ إيكغيك دو تي. شنو هي إيكغيك دو تي؟ إذا عندنا في جي اللي هي دي إيكغيك سور دي تي إيكال موان جي تي بلوس في زيرو، تكامل كيعطينا إيكغيك هي موان زان دومي gt au carré plus v0t plus c'. شنو هي c' ثابتة وتمثل أرتوبة نقطة أرتوبة ديال من نقطة الانطلاق O أي c' هي y0 وتساوي صفر. دونك المعادلة الزمنية إيكغيك دو تي هي غتكتب إيكغيك هي موان زان دومي جي تي كاري بلوس في زيرو تي. دابا هنا نعوض في هذه المعادلة، نعوض المعادلة الزمنية إيكغيك دو تي، صافي غادي نعوضو إيكغيك سي هي موان زان دومي تي سي أو كاري بلوس في زيرو تي سي. صافي نعاود تي سي في المعادلة الزمنية، إيكغيك سي موان زان دومي جي وهاديك درنا هي في زيرو سيغ جي أو كاري بلوس V0 fois V0 sur G. Et d'un YC, c'est la V0 carré sur G. V0 carré sur G. Amen. Nanakis V0 carré. Yatkun. Nakis Wahed. V0 carré. سيو جي بلس في زيرو كاري سيو جي هي شحال؟ هي في زيرو كاري سيو دو جي. تبيق عددي إيكغيك سي هي شحالنا في زيرو كاري أرسلت بسرعة ديال 5 متر في ثانية، 5 أو كاري جوج في 10. إذا إيكغيك سي إيكال عندنا 5 أو كاري 25 هي 12.5 1.25 متر. نشوفو بعدا الصحة ولا الميال. عندنا سيدي 5 أو كاري سيغ جوج في 10 إيكال
واتون سي لا 25 متر. 22 سيدي السؤال الان حركه السقوط الحر لكريه في مجال ثقال. ثانيا حركه السقوط الحر لكريه في مجال الثقل. الو نقدر من جد شفنا الو نرسل عندنا هنا إكراك وهنا إكس، هنا عندنا أو وهنا إي. الو نرسل نقذف من جديد من الموضع الكوريه السابقه اس بسرعه هي تكون متجهاتها في زيرو جوج بلا راه كنت داير في زيرو هي راه في زيرو واحد في 8 السابق معليش هادي هي راه في زيرو واحد خليك لها في زيرو. اذا في زيرو جوج زيد تشكل زاويه الفا مع خطي الافقي عمي ندرس الحركه في معلم متعامد ومنظم او اي جي. الو بالنسبه لقانون تالي نيوتن اوجد معادلتين اكس دو تي وايكريك دو تي. الو السؤال الاول اثبات المعادلتان اثبات المعادلتين الزمنيتين معادلتين بالنسبه لقانون تالي نيوتن اوجد التعبير الحرفي اثبات معادلتين اكس دو تي و y دو تي. الو هنا غادي نديرو تطبيق قانون ثاني لنيوتن سيغما اف اكستيريور ايغال ام اج جي بي ايغال ام اج جي. اذن غادي تكون هي بي ام جي ايغال ام ا جي اذا ا جي ايغال جي. هنا نسقط على المحورين لا او اي و او جي. عندنا هنا جي ا جي يكون ا اكس هي دي بي اكس دي تي ايغال زيرو وعندنا ا ايغريك هي دي بي ايغريك سيغ دي تي ايغال موان جي. الو ننجزو تكامل لهذه الإحداثيات فنحصل على إحداثيات في جي. إذن في جي الإحداثيات ديالو هما أن في إكس هي واحد ثابتة سي واحد و في إكراك هي موان جي و تي ثابتة التالية. عندنا سي 1 و سي 2 إحداثيات في 0 أي عندنا سي 1 هي في 0 إكس هي في 0 كوس ألفا وعندنا سي 2 هي في 0 إكراك هي في 0 سين ألفا. إذا نرجع لنا في جي في إكس هي في زيرو كوس ألفا وفي إكراك هي موان جي فوا تي سين ألفا. عاوتاني ننجزو التكامل لإحداثيات في جي فنحصل على المعادلتين نحصل على
المعادلة الثانية إكس دو تي وإيكغيك دو تي. عندنا إكس أو جي يعني إكس دو تي إيكال في زيرو كوس ألفا في تي زائد سي ثلاثة وإيكغيك دو تي هي موانز أن دومي جي تي أو كاري في زيرو سين ألفا و تي بلوس 7. شنو هي السي 3 و 7؟ إحداثيات نقطة الانطلاق أو أي السي 3 كتساوي إكس 0 هي 0 و 7 هي إيكغيك 0 تساوي 0. تصبح المعادلتين كالتالي شال سي 3 ما بقاش سي 3 صفر وعطاني إيكغيك دو تي إيكال هذا غتبقى صفر موانز أن دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سين ألفا و تي. إذا هادو هما السؤال الأول جوج عارفين شتي السؤال الأول يبدأ من جوج جوج واحد جوج عارفين شتو الكرة أرسلت إذا الكرة دارت بحال هكا وسقطت هنا صافي هذه هي النقطة بي. إذن هذه المسافة هذه سميتها أو بي هي إكس بي كنسميوها المدى صافي. إذا المدى هو إيجاد أفصول تعبير المدى. إذا لدينا عندنا جوج معادلات قبيلة لدينا إكس دو تي هي في زيرو كوس ألفا و تي وعندنا إيكغيك دو تي هي موانز أن دومي جي تي كاري فوا تي. إذا غادي نشوفو إلا بغينا لإيجاد تعبير المدى إكس بي أو إلا بغينا هادي تعبير يجب استعمال معادلة المسار. شنو هي معادلة المسار؟ التي نحصل عليها بحذف الزمن تي أي بإقصاء بين x دو تي و y دو تي. عندنا x دو تي هي v0 cos الفا فوا تي. إذا ميناج دو تي تي تيغال v0 cos الفا pardon هي x على v0 cos الفا. نعوض تي في إيكغيك نحصل على إيكغيك بدلالة إكس هي معادلة المسار اللي كتسمى معادلة المسار هي إيكغيك تساوي موانز أن دومي جي إكس كاري في زيرو جوج هذه رسميتها في زيرو جوج في زيرو جوج كاري كوس كاري الفا بلس اكس تونجونت الفا في هذه هي معادلة المسار. الوغ إلى بغينا دابا الآن عند النقطة بي عند نقطة سقوط نقطة بي ينعدم يعني
الأرثوب إيغريك أي إيغريك بي يساوي صفر، فهذا إكس بوي وا ناقص واحد على جوج جي إكس بي أو كاري في زيرو جوج أو كاري كوس كاري ألفا بلس إكس بي تانجنت ألفا إيكال زيرو، نعملو إكس بي moins g xp sur v0 au carré cos carré alpha plus tangente alpha égale 0. On a juste حلول xp sur توافق نقطة النقطة O. والحل ديالنا هو هذا xp égale alors xp à l'inexpression moins g xp sur v0 juge au carré cos carré alpha plus tangente alpha égale 0. Et là, la liberté est g xp sur égale tangente alpha égale sinus alpha la cos alpha. On va dire quoi? On va dire quoi? On va dire quoi? G xp sur v0 juge au carré cos alpha égale sin alpha. Donc g xp égale v0 au carré cos alpha sin alpha. Il y a cos alpha sin alpha, il y a 1 à la juge sin juge alpha. Et donc xp égale g xp égale v0 carré sin juge alpha sur 2. Donc xp égale v0 carré sin juge alpha à la juge g. Je vois juste la tâche qui est goût. Bistiamal, l'oudam, l'oumatia, mounasiba. لتبين لها تعبير المدى تعبير المدى السابق بلاتي تعبير المدى. شوف هذوك اللي نقلت ياك هذوك غاديين دابا لو بغيتي تمسحهم تمسحهم ياك هذوك اللي سابتيهم يمسحهم يمسحهم ولا يمسحهم شي راه كيطلع في الراس هادشي تعبير المدى عندنا هذوك اللي سيفطنا التالي عندنا غادي دير ام الكوسين لدينا معادلة المسار ان ايغريك هنا اكس ايغال في زيرو كوس الفا تي ايغريك موزان دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سين الفا وتي نقصي زمن التي بين نقصي زمن التي بين اكس و ايغريك فنحصل على معادلة المسارية ايغريك تيغال موزن دمي جي اكس كاري في زيرو كاري cos carré alpha de b0 juge de b0 juge هادي شويه الفوق واحد العلاقه درتها باش نضربها بجوج درت لها قسمتها على جوج ياك هادي هادي عرفت شحال ندير دابا درنا عند النقطة النقطة بي YP est égal à 0. Et là, on a, comme je l'ai dit,
Donc XP à 1000 moins G, XP sur... Et d'un XP égale V0 carré cos alpha sin alpha sur G. Ouais. Donc, XP égale V0 juge carré sin alpha sur G, tout simplement. Il y a une autre chose qui est la même 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 chose بسرعة بنفس سرعة في زيرو ولكن بزوايا قذف مختلفة. هادشي اللي درت لكم في الدرس فاش قلت لكم تأثير السرعة البدئية وتأثير الزاوية على المدى، يعني وجد التطبيق ديالو الفعلي في هذا الامتحان البكالوريا. إذا السرعة ما كتغيرش، شكون اللي كيتغير؟ الزاوية، زاوية القذف. ها كاينة الزاوية ألفا جوج وألفا واحد وألفا ثلاثة، هما سماهم هنا ألفا زيرو الفا واحد والفا جوج. صافي. السؤال الاول، باعتمادك على على معطيات الوثيقه، عين الف الف عين قيمه المدى، تعيين قيمه ماشي قيمه المدى، قيمه المدى هذا. دابا هذا غيتسمى اكس بي زيرو. المدى تعيين قيمة المدى اكس بي زيرو، اي عندما تأخذ الزاوية الفا الفا زيرو اكس ديال بي هو اكس بي زيرو. سيرو المنحنى رقم، راه المنحنى ديالكم تما زيرو، شحال تحسبوا؟ شحال التدريجة كاينة؟ تدريجات كاينة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. دونك اكس بي زيرو غادي تسمى 10، 10 مدى. إذن اكس بي زيرو 10 مدى. سؤال سهل، الكاليف عين ثم استنتج، غادي نستنتجو دابا في زيرو، استنتاج السرعة في زيرو. إذن عندكم تعبير المدى، هذا التعبير المدى اللي قدامكم، شتوه؟ اكس بي إيكال في زيرو دو أو كاري سين جوج ألفا على جي. دابا حنا غادي نقولو عند لدينا لدينا اكس بي هي في زيرو جوج او كاري سينوس جوج الفا على جي. الو الى بور الفا ايكال الفا زيرو غتكون اكس بي هي اكس بي زيرو. دونك هذيك غتكتب تكتب اسيدي اكس بي زيرو ايكال V0 جوج او كاري، هذه استنتاج V0 على او كاري سينوس جوج الفا زيرو سور جي. شنو كنديرو الحساب هنا؟ غادي نديرو هذه كتساوي هذه في هذه، عاد غير دقة دقة سي V0 او كاري سينوس جوج الفا زيرو هي جي اكس بي زيرو. وغادي نجيو نديرو V0 جوج او كاري هي هادي بي زيرو سور سينوس جوج الفا زيرو. صافي فيني الفا زيرو عطاكم 45. اذا في زيرو جوج هي جذر جي اكس بي زيرو سور سينوس جوج الفا زيرو. غنديرو تطبيق عادي، تطبيق عددي
سباق عددي نا في زيرو جوج ايكال عندنا جي هي 10 و اكس بي زيرو هي 10 و السينوس ديال جوج مضروبه في 45 هي 90 20 زائد 90 هي 1 و 10 ب 10 10 و كاري دونك في زيرو هي شحال 10 متر بلا كالكيلاتريس 10 ب 10 السينوس 90 هو 1 اذا 10 ب 10 على 1 هي 10 10 إذا صغير أنتم فاهمين 10 وكاري 10 إذا السؤال هذا ألف باء إذا فهمتوا دابا كيفاش غادي تستغلوا استغليتوا المعطيات ديال الشكل ديال الوثيقة خرجتوا المدى بالنسبة للزاوية ألفا زيرو هذا هو المدى ديالها هو 10 متر هذا كيساوي 10 متر وجبتوا التعبير السابق ديال السؤال جوج جوج ها هو وعوضت فيه اكس بي اكس بي 0 والفا الفا 0 وخرجتو السرعه التي ارسلت بها القذيفه اذا هذه هي السرعه باش ارسلت القذيفه بالنسبه للزوايا الثلاث وشوفوا باش قال لك حدد تحديد قيمه الفا 1 عندنا سيدي بالنسبه للالفا 1 والفا 2 كما قريتكم في الدرس الا كنتو تبعتوا بعد الدرس راني درس الدرس نهار الاول اول حصه درنا كندير لكم الدرس ديال القذيفه مجال التقاله وراني عطيتكم تاثير الزاويه على المدى وقلت لكم ملي كتزاد الزاويه يعني اذا كانت الزاويه تنتمي الى المجال 0 حتى 45 درجه اش كدير اش كيدير المدى اكس بي يتزايد ولا كانت الفا كتنتمي ل 45 حتى 90 اش كيدير هنا المدى يتناقص بمعنى انه بالنسبه للالفا 45 عنده المدى كيكون قصوي اكس بي كتكون قصويه دابا الا خديتو مثلا الزاويه اكس بي مثلا وبالنسبه للالفا ديك اللي عندنا لهي غتلقى واحد المنحنى وهاد المنحنى القمه ديال القصويه هي بالنسبه للالفا زيرو تكون هنا بحال دايره بحال هكا صافي عندنا ملي كتاخد القيمة الفا زيرو كيكون الاكس بي مالو قصوي اذا هنا كيتزاد وهنا كينقص اذا ان المدى يكون قصويا بالنسبة للالفا زيرو ويكون يتزايد في المجال زيرو 45 ويتناقص في المجال 45 مي اذا كانوا عندكم جوج زوايا الفا 1 والفا 2 حيث المجموع ديالهم يساوي 90 اش كيتسموا هذو متتامتان الزاويتان مالو متتامتان ولهما نفس اذا القادمه غيكون عندها نفس المدى اذا المدى ديال الزاويه الفا 1 غيكون هو المدى ديال الزاويه الفا 2 وبالتالي دابا هما طالبين منكم تخرجوا الزاويه الفا اذا المدى شحال المدى ديال اكس بي 1 هذا راه نفس المدى اذا هادشي راه غير مراجعه هادشي اللي درت لكم هنا دابا ندوزو مباشره التمرين هذا ذكرتكم داك الشيء اللي درنا في الدرس ان المدى يتعلق بالزاويه يلا سيروا لنا دابا نخرجوا هذه الزاويه الفا قال لك اسيدي جوج حدد قيمه الزاويه استنتج قيمه الزاويه الفا جوج يلا نخرجوا الفا جوج لدينا نفس الشيء بحال داك السؤال عندنا المدى غنقولوا اكس بي واحد هو جي اكس زيرو اكس بي واحد المدى واحد على من على الو اكس بي دابا خصنا الزاوية عندنا اكس بي واحد ايكال في زيرو جوج او كاري سينوس جوج الفا واحد على جي حنا غنخرجو دابا سينوس جوج الفا واحد هي جي اكس بي واحد على في زيرو جوج او كار دونك جوج الفا واحد هي جي اكس بي واحد على في زيرو جوج او كاري الو الى خرجت جوج الفا من السين غندير هنا هذا سين موازنه ديالها اذا الفا واحد
هي واحد على جوج سين موان زا جي اكس بي واحد على بي زيرو جوج او كار. دابا نديرو هنا ميبيانيا ميبيانيا شحال اكس بي واحد هاد جوج ميبيان هاد جوج زوايا عندهم نفس الاكس بي شتوه. اذا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود الأمطار تسعود ديال الأمطار. دونك نعوض ليه ألفا واحد هي أن سيغ دو سينوس موان زان. الكالكيلاتريس دابا راه تخدم عشرة في تسعود على عشرة أو كاري. إيوا هنا دابا عشرة على عشرة تبقى عشرة تسعود عشرة هي السينوس. دونك زيرو سانك سينوس موان زان ديال زيرو فيغكول نوف. هات عندنا سيدي زيرو فيغكول سانك زيرو فيغكول سانك ملتيبليي شيفت سين تكتب سين موان زان كتب زيرو تسعود أو ست أو كتعطيني اثنين وثلاثين. اثنين وثلاثين هذا ألفا واحد هي اثنين وثلاثين دوغري ومن هنا نستنتج ألفا جوج. استنتاج ألفا جوج شنو هي ألفا جوج؟ هي 90 ناقص 32 هي شحال؟ 58 دوغري. لاخاطش المجموع استنتاج ألفا 2 غتكتبو هنا ألفا 1 بلس ألفا 2 إيكال 90. إذا ألفا جوج هي 90 ناقص 32 هي 58. عندنا عندكم لهما نفس بالنسبه للزاويتين لهما نفس المدى بالنسبه للزاويتين الفا ا والفا 2 لهما نفس للقذيفة هي اللي عندها نفس المدى نفس المدى. دونك عندنا اكس بي واحد هي في زيرو جوج ياك غادي دابا نرسلو عند قيمة المسار تكون للسرعة القيمة في دونك في ان. دونك غادي نمشيو حنا للسرعة ماشي من هنا غنجبدوها من سميتو. عندنا المعادلات اكس راه كنا خرجنا المعادلات قبيلة خرجنا وحدة سميتها في زيرو كوس الفا فوا تي وهادي سي موان زان دومي جي تي كاري بلس في زيرو سين الفا جوج تي. هادو هما المعادلات اللي خرجنا. الوغ الى جيتو تلاحظو غادي يكون عندهم نفس قيمة المسار عندهم نفس الاكس هاد جوج عندهم نفس الاكس. الوغ لي القذيفة بالنسبة للزاويتين ألفا 1 وألفا 2 نفس ماذا؟ الأفصول إكس نفس قيمة المسار. غادي نكتبو إكس بي واحد اكس بالنسبة لإكس إيكال ديال الأولى سين في زيرو جوج كوس ألفا واحد فوا تي وهادي إكس جوج تكون عندهم في زيرو جوج هي كوس ألفا جوج تي وهادي غتسمى هي في واحد فوا تي وهادي في جوج فوا تي. ألوغ أنشوفو هادي في واحد على في جوج سمو واحد على جوج أو جوج على واحد دابا كيخرجو في واحد. دونك واحد على جوج تؤدي أو لا أونتخيل إلى أنشوفو تما دابا في واحد على في جوج كتساوي هادي هادي مع هادي كتمشي كتبقى كوس ألفا واحد على كوس ألفا جوج. وعندنا لي كوسينوس قبيلة ياك
دونك غادي نديرو في واحد هي كوس الفا واحد كوس الفا جوج في في جوج غنديرو التطبيق عددي وهذا الشيء اللي كاين غنجيو تقلبوا عليه تما شكون هو ناسيدي كوس الفا شحال الفا واحد يعني 30 لتحت كوسينوس ديال 58 في 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 جوج هادي في جوج تبقى دونك انا ما عندي ما ندير بها دونك تساوي 1.6 دونك في واحد يساوي 1.6 في جوج اذا نمشي للاجوبه اللي عطاوني الف لا ب لا جيم اذا الجواب الصحيح شكون هو الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو جيم صافي اهلا سالي دابا نعاود نشرح لكم هذا الشيء هذا مزيان علاش ذكرتكم بالمعادله باش تعرفوا بما ان انه هنا باش تفهموا مزيان هاد الخليفه الاولى دارت بحال هكا وصلت هنا والاخر الزاويه بحال هكا وصلت هنا شتي هنا هاد النقطه هادي وهاد النقطه هنا كتكون السرعه ديالها بحال هكا ياك هادي نسميوها في جوج وهادي سميتها في واحد لان هذا الزاويه الفا جوج وهذا الزاويه هنا او اي جي وهادي خلاص في زيرو جوج وهنا عاوتاني في زيرو جوج ما كتبدلش هادي اذا لاحظوا معايا هاد الاكس سي لو ميم بالنسبه للكره هي لها نفس الافصول بالنسبه للمسارين معاها داكشي علاش قلت لكم القذيفه بالنسبه للزاويتين الفا نفس الافصول اكس عند قمه المسار صافي هذه هي قمه المسار المسار اس جوج هذا المسار اس واحد دونك بحال قلنا اكس في اس واحد هو اكس في اس جوج شنو هو اكس واحد هو في زيرو كوس الفا واحد في تي تي اس وهذا اكس دو هي في زيرو كوس الفا دو في تي اس تي اس مع تي اس كيمشيو وهذه اش كتسمى هذه هي السرعه اللي نسموها لكم في ان لان في جوج هي هذه دونك هاد في زيرو كوس الفا واحد هذه هي في واحد وهاد في دو هي هذه دونك ملي كندير جوج مقسوم على واحد كنوصل لهاد العلاقه اللي كتبت في واحد على في جوج قسم تساوي هاد تي مع تي كتمشي كوس الفا على كوس الفا جوج وهاد في زيرو كتمشي تاني كنبقى 1.00 اذا درت في الحركات المساويه اللي عندكم في الدرس الواحد درنا له قذيفه بمجال الثقاله ودابا راك الدرس باش بادي العنوان جوج ياك شو واش مكتوبه جوج الحركات المستويه الحركات المستويه بمعنى لي موفمون لي موفمون بلان ما معنى موفمون بلان معنى ان المسار ديال مسار حركه الجسم سواء كان قذيفه ولا دقيقه او لا قمر اصطناعي هو مسار يوجد في مستوى او اي جي مثلا صافي يعني ينتمي الى المستوى ولذلك سميت الحركه بالحركه المستويه يعني ان مركز الخصوص جي نعلمه باحداثيتين كاين الاحداثيه اكس والاحداثيه ايكغيك اذا غندوزو درنا الاول شكون هو الاول قذيفه في حركه قذيفه في مجال ثقاله اش من ثقاله المنتظم ما معنى منتظم معنى ان الجي كتبقى تا بيتا هاكا دابا غنشوفو جوج خور 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 كيشبه له شنو هو هذا دابا حركة ماذا دقيقة مشحونة شي مثال شي دقيقة مشحونة اللي كتعرفو دقيقة مشحونة الكترون بروتون ايون موجب او ايون سالب كلهم هادو كيتسموا دقائق مالو عندهم شحنه الدقيقه المشحونه في مجال المغناطيسي
المنتظر. أنا ندير لكم بعدا تذكير، عرفتوا شنو هي الدقيقة المشحونة بعدا؟ الدقيقة المشحونة كمثال هي عندك 100 كهرباء، ياك مثلا إلا خدينا الإلكترون، الإلكترون شنو هو؟ دقيقة كيو ديالو شحال؟ ناقص أو، والبروتون بي شنو هي شحال عنده؟ زائد أو، داكور؟ ولا قلنا أيون الزنك، شوفوا أيون الزنك شحال الشعلة ديالو؟ زائد جوج أو، وأيون مثلا الكلور شحال؟ ناقص أو، صافي؟ إذا هاد الدقائق ها هي ناقص، هي ناقص أو، وشنيا أو؟ 1.16 × 16 كولوم، شحال تسمى الشحنة الابتدائية. ضروري نعطيكم هذه المعلومات عاد ندوز. دابا غنشوفوا المجال المغناطيسي. المغناطيسي السنة الماضية، قريتوا السنة الماضية ولا لا؟ ما هي مصادر المجال المغناطيسي؟ كاينين عندنا مجال مغناطيسي يحدثه المغناطيس. عقلي على هذا. مغناطيس على شكل حرف U. وكاين مغناطيس على شكل حرف U. هذا خطوط المجال، كيف يتم إبراز المجال؟ باستعمال إبرة ممغناطة. هذه الإبرة ممغناطة سود نور كتسمى إيكويمونتي، تثبت أن هناك مجال نرمز له بحرف B. إذا متجهات المجال المغناطيسي، فاهمين؟ إذا نقول أن المغناطيس هذا المستقيم قد أحدث في المجال المحيط به مجالا مغناطيسيا، بمعنى انه غير الخصائص المغناطيسيه للوسط الذي يحيط به. نقول في هذه الحاله ان المغناطيس قد احدث مجال مغناطيسي بي. عاوتاني هنا هذا سميتو هذا مغناطيس على شكل U. هذا اللي كيهمني. قرينا العام اللي فات ان النور سود، ودائما المجال من الشمال الى الجنوب. على اي بغيت نذكركم، اذا داخل هذا المغناطيس على شكل U بين تفريجاتي، تفريجة هذه سميتها التفريجة، بين تفريجاتي المغناطيس، كيداير المغناطيس على شكل U بي مالو يساوي ثابتة. ما معنى بي ثابتة؟ أي مجال مغناطيسي منتظم. ما معنى مجال مغناطيسي منتظم؟ أن المجال، أن متجهات المجال تحتفظ بنفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس المنظر، صافي؟ هادو إذا كانوا كيبقاو ثابتين في ذاك المجال، كنقولوا ذاك المجال فيه مجال مغناطيسي منتظم. إذا والعنوان ديال الفقرة هو حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي. حنا غادي نشوفوا هاد الدقيقة ستدخل المجال بسرعة في، راه عندكم تما. إذا بقى لنا دابا الإحداثيات، مميزات بي، شنو هما المميزات بي؟ مميزات بي، وبي ما كنقولوش نقطة التأثير الأصل، ما هو موجود في جميع نقاط المجال، لا داعي لذكر الأصل. اللهم إلا قلت لك مميزات بي في نقطة، في واحد النقطة معينة، في نقطة مثلا، في نقطة M تنتمي للمجال المحيط، مثلا المجال داخل التفريجة، مثلا هنا، دابا هادي غنجي نقول لكم كي داير M هنا، غديرو بحالكم، صافي؟ ها هو B، يعني الاتجاه، عرفتو الاتجاه؟ عندو اتجاه وعندو المنحى وعندو ماذا؟ المنظر أو الشدة. إذا الاتجاه هو اتجاه الإبرة، صافي؟ والمنحى منحى S N، والمنظر هو B. الوحدة شنو هي الوحدة ديال B؟ تسلا، تسلا نسبة للعالم السربي تسلا. إذا الرمز هو التي، صافي؟ هذا هو المجال المغناطيسي.
ومتى يكون منتظما اذا كان يحتفظ بنفس الاتجاه ونفس الميدان. في هذه الحاله كنقولوا المجال المغناطيسي مالو منتظم. الو عمليا كيف نمكن انجاز هذه التجربه؟ هذه تجربه حركه دقيقه مشحونه. فذلك السنه الماضيه على ان السلك انه اشعه بحال هكا اللي كيكون دايزيو احتيار كهربائي تحدث مجال مغناطيسيا. دابا هادشي نساو، دابا نتوما انا كنركز على المجال. اذا الا كانت عندكم واشعه بحال هكا لفه فما الواشعه راه بزاف اللفات، واشعه تحدث في مركزها مجال مغناطيسي عندما يمر واحد التيار، بمعنى هنا كيكون الجنوب والشمال. اذا سود نور، دابا نور سود الى حطيتو واحد الابره غتبين لكم المجال لهاد الجهه بحال هكا، هادي هي الابره تبين لكم مجال في مركزي اللفه. دونك حنا العام اللي فات عطيناكم كيكون الشمال وكيكون الجنوب. دابا ملي كتكونوا ديروا هكا بحال هكا، دونك دابا بي لهاد الجهه، دونك خصني ندير بحال هكا، هات كتخرجوا بحال كتحلوا له شي بوشونه، كتحلوا بي خارج. اذا هذا كنديروا له بحال هكا، الا درتوها هي اللفه وهذا داير بحال هكا، هات شتو سي سي، دونك بحال كديروا هكا هاد الشيء وديروها شاب. سميت هاد لاليت سي لو نور، اذا هذا راه الشمال واللي من هو الجنوب، دونك المجال جاي من السود للنور. هادي كتسمى نعاود نكتبها بشكل اخر، كتبعوني ياك؟ ها انتو شوف، ها انت مكتوب حرف عين ياك، هذا هو الشمال واللي من الجنوب، شتي اللفه اللي من الجنوب. دابا حنا غنهضرو على إذا كانوا عندكم جوج بحال هادو كيتسماو وشيعة، قراو داك الدرس وشيعة هيلم هولمز، وشيعة هيلم هولمز. إذا بينهما كيكون واحد المجال مغناطيسي منتظم، صافي. إذا وهذا خطوط المجال، اش كيتسماو هادو؟ خطوط المجال. وحنا هنا بالنسبة لنا غادي نديرو مثلا واحد الحبابة وفيها واحد الحزمه ديال الالكترونات غتخرج من واحد المدفع، وغنشوفوا كيف غيكون المسار ديال الدقائق داخل المجال المغناطيسي. اذا هادشي كله تجربه كتبين على ان الا درتوا واحد الحبابه بحال هكا ياك، وعندنا واحد المدفع داير بحال هكا، المدفع كيخرج الالكترونات، عرفتوا الا كانت هاد الحبابه في المجال المغناطيسي غادي تشوفوا بحال هكا، شتي هاد الخط الزرق الدقائق غدير واحد الحركة دائرية، فهمتوا؟ داخل مجال مغناطيسي، هذا راه كله هنا، هاد الحبوبة غنغطسوها بحال غنجيبوها ما بين الوشيعتين، غنديروها هنا ما بين الوشيعتين، وغادي نخليو الإلكترون يبان لنا أن الخط الأزرق، الأزرق يمثل المسار ديال الدقائق داخل مجال مغناطيسي منتظم، لأن المجال هنا، هنا المجال بي ثابت. صافي فهمتوا؟ قراو داك الفقرة الأولى خصصت لماذا؟ وقالوا لكم إذا كان المجال مثلا خارج جاي عندكم إلى الأمام نحو الأمام كنرمزوا له بحال هكا ياك، ولا كان إلى الوراء نرمزوا له هكذا، لأن يستحيل أنكم ترسموا لي في ثلاثة في بعدين ما يمكنليش نرسم هذا. إذا المجال إذا كان داخل بحال هكا، ولا كان خارج هكا، انتم غتفهموا من بعد. دابا غندوزو بعد المجال المغناطيسي المنتظم، هذا الفقرة الأولى خصصت لماذا للمجال المغناطيسي المنتظم. ها خطوط المجال كي دايرين بحال هكا، يعني مستقيم، يعني خطوط متعامدة مع الورقة. إذا بحال هنا عندنا الخطوط متعامدة مع الطابلو، والطابلو فيه السرعة في، والشحنة غنديروها موجبة بحال قلتو بروتون. إذا إلا خدينا بروتون كتلته إم ودخل لهذا المجال بواحد السرعة في، غنشوفو فين غادي يمشي، ودرت بأنه دار بحال هكا، صافي. إذا سي الحريف، هذا ينحرف بفعل ماذا؟ بفعل قوة، قوة سببها شكون هي السبب ديالها؟ المجال. إذا دقيقة أو بروتون كتلته ام يدخل وشحنته كي
يدخل مجال مغناطيسي المنتظم، مجال مغناطيسي منتظم. إذا ب كتساوي ثابتة، يعني أنا هو نفسه جميع النقاط فيما مشيتو المجال هو هو. دابا نوريكم كيف غادي ندير هذه، واش خارج ولا داخل. إذا يخضع للقوة F في جميع نقاطه، لأن راه مسار دائري بحال هكا. شفتوا هذه السرعة بي، أنت دائما متعبدي هذه الحالة هذه اللي درت. إذا هنا هذه القوة هذه لورونز قال لك بأن إذا كانت هناك دقيقة ياك كتلته F وشحنته كي تدخل مجال مغناطيسي B فإنها تخضع لقوة مغناطيسية تسمى قوة لورنز. تعبيرها المتجهين هو هذا، أنا نشوفوا هذا واش فاهمين. Q عارفين هذا الرمز كي يعني، هذا الرمز كي يعني هذا الجداء المتجهي صافي. كاين شحال من جداء عندكم في الماط؟ جداء سلمي وجداء المتجه. السلمي كيعطي عدد والمتجه كيعطي متجهه. وشوفوا معايا مزيان، اذا هذا اف اللي هي ناتج ضرب اي جداء متجهي لمتجهتين كيو في مع بي. دابا هذا في، اذا كيو في راه كيو مضروبه في سي متجهتها هي. اذا ماذا تستنتج من هنا؟ هذه القوه لورنز مالها؟ إذن هذه القوة لورنز اللي عطينا لكم الفولاد مات، شتي هذه الدقيقة عندما تدخل المجال تخضع للقوة، وزنها غادي نعتبروه وزن ديالها وزن الدقيقة، وزنها مهمل.